القسم الثاني وتتحدد الأندية الصاعدة إلى الدوري الممتاز والأندية التي ستهبط من القسم الثاني إلى القسم الثالث، وأيضا الأندية التي صعدت بصفة نهائية من القسم الثالث إلى القسم الثاني اللي احنا بندلعه بنقول عليه الممتاز به. حاجات كتيرة جدا موجودة في هذا الدوري، وأكتر واحد بيجاوب لنا على كل التساؤلات والأسئلة هو خبيرنا في دوري القسم الثاني اللي منورنا ومشرفنا زميلنا العزيز الإعلامي رضا السنباطي. رضا مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن سعيد، دايما لتواجد معاك ودايما يكون يوم سعيد لكل أندية الدرجة الثانية. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. ورمضان كريم. أسألك في الأول، توقف الدوري في رمضان كان قرار صائب؟ بالنسبة لأندية الدرجة الثانية عاوز أقول إن في مفاجأة إن دوري مراكز الشباب مستمر في شهر رمضان. بس يعني بيلعبوا بالليل باين على الاضواء؟ لا، في مباريات اتلعبت بالنهار، يعني مثلا في دمياط بتلعب بالنهار عادي، بس قبل الفطار بساعه يعني بيبقى المباراه بتكون الساعه فبتبقى يعني ايه اربعه دماغ يعني خفيف يعني على ما دوب يروحوا ويكون المغرب جدا، لكن بعدين ما بتجيش من بلد لبلد كلها في نفس البلد تقريبا، بالفعل يعني هي كلها تبقى مناطق فتبقى مثلا كل محافظه بتلعب في دوري مراكز الشباب، انما في الدرجه الثانيه كنا بنلعب زمان مثلا في رمضان عادي، لكن امر صعب حاليا لان زي ما احنا شايفين بعض الامكانيات وضعف صحيح. الملاعب لو في ملاعب مثلا ممكن مجموعة القاهرة ينفع يتلعب فيها في بس مش كلها برضه يعني يعني مثلا ممكن لو بنها مثلا ممكن يلعب في استاد بنها بالليل عادي، لكن مثلا بورتو كلية الحربية مثلا فؤاد عنده مشكلة بالبيس مشكلة عنده ومشكلة المريخ أيضا عنده مشكلة معرفش مصر الصلاة عنده ولا لأ في كلية الحربية وبورتو بيلعب، فهتيجي نبص هنقول يعني هي الأقرب، لكن بحر صعب والصعيد صعب كمان مع ارتفاع درجه الحراره هيكون الموضوع صعب ان احنا نلعب في شهر رمضان. تاني حاجه، معظم الانديه اخذت اجازه اول اسبوع، بعد اسبوع هيبداوا يلعبوا مثلا ماتشات وديه، يكون مباريات على الاقل زي مثلا كابتن ممكن مباراه لو قدروا يلعبوها مع انديه الدوري ممتاز بالليل فهتكون اسهل ليهم. حتى دوريات الناشئين بتتلعب بالليل دلوقتي، لعب الناشئين بيلعبوا بالليل 9:30، ولان برضو معترض على موضوع 9 ده مش قبل 9:30، حتى في ماتش فولي شفته قريب كان تحديد المركز الثالث للكره الطايره بنات اتعمل الساعه 8 يعني والبنات يعني فاضلين الساعه 6:15، لكنه في كل الاحوال اللعب بالليل ارحم، والدوري خلاص تقريبا شبه اتحسم او شبه انتهى باستثناء مجموعه بحري، فالدنيا ماشيه بشكل معقول. يعني عايز قبل ما ابدا معاك بمجموعه القاهره، ابرز ظواهر الدوري هذا العام يا كابتن رضا. يعني مثلا بنتكلم كابتن شوبير، حصل تغييرات فنيه كتير الموسم الحالي، دخلنا في 67 تغيير فني، لكن يا نهار ابيض بنشوف بتتكلم جد يعني ده رأي مدحت شلبي يا نهار ابيض يعني قصه صعبه قوي، فكل فتره نلاقي تغيير فني، لكن في تغييرات 67 والانديه 48 نادي، فاحنا لسه كمان يعني ممكن في شهر رمضان ممكن على الاقل يكون في 3 تغييرات فنيه جديده. فليه مثلا حصل تغييرات ممكن تسيطر مثلا في مجموعه بحري، نشوف ان كابتن احمد ساري كان متصدر، ده تغيير عجيب هنا، ده تغيير ده اعجب تغيير ممكن اشوف، حتى واحد متصدر خسر ماتش ولا حاجه، كان خسر 3-0 باين المباراه فعلا، وبعدها قالوا له بالسلامه يا حبيبي، ده راجل اول الاول، وكان هو كان فايز على الرجاء 4-0 فاثناء المباراه كان كابتن علاء نوح في ملعب بلديه المحله بيشاهد مباراه بلديه المحله والمجد السكندري، لان المجد هيواجه فريق الاولمبي في الجوله المقبله. تم اقاله كابتن احمد ساري، تعيين كابتن علاء نوح. كابتن علاء نوح اول مباراه كان امام فريق المجد، خسر هذه المباراه. بعد كده قدر طبعا يحقق الفوز على صيد المحله وتعادل مع فريق سبورتنج، يعني 3 مباريات على 4 نقاط مثلا على الاقل. التغيير هنا بيعمل هزه كمان، ان في انقسام في مجلس اداره، اللعيبه اللي استمرت مع مدرب مثلا 22 جوله وهو اول، لو كان حتى حصل مثلا هزايم هنقول ان في تغيير حصل مثلا في المجموعه، انما مثلا في انديه مثلا هو كان خسر مباراه، ساري خسر مباراه، كان خسر في مباراه، لكن هو كانت مباراه المصري بالسلوم اللي هي كانت 3-0 هي اللي اثرت وعملت ذبذبه بين مجلس الاداره وبين الجهاز الفني، هي كانت مباراه المصري، لكن المصري بالسلوم كابتن شوبير عامل اداء مميز جدا، يعني قدر يفوز في اكثر من مباراه. طبعا هنشوف مثلا امتى يكون في تغيير فني صحيح. المريخ احمد العجوز عمل تغيير فني طفره مميز جدا، راجل حقق 3 انتصارات على التوالي، ولسه يعني بيحاول فرق 5 بونت بس عامل طفره. والتغيير الافضل هو كابتن طارق جمال، نعم، حقق الفوز كمان على وادي دجله، حقق الفوز على منتخب السويس مع بلبيس، يعني بعد رحيل كابتن محمد صبري قدر هو يفوز طبعا مع فريق بلبيس، ولكن المشكله ان هو عودته كانت متاخره كابتن شوبير، يعني هو كان الاول طارق جمال، طارق جمال مسك الفريق في اول الموسم، هو اللي صعد بهم، رحل، تم تعيين كابتن محمد صبري
رحل تم تعيين تاني. ترى اصلا هو اللي صعد بيهم، هو اللي صعد فرجع. هو طبعا كل احترامي لكل الاسماء وكل النجوم وكل الدنيا كلها، لكنه القصه يا جماعه مش اسماء ونجوم بس، يعني في ناس خبيره في هذا المجال وخبيره في الانديه دي، هي اللي تقدر تولف مع اللعيبه ومع الانديه، عارفه التوليفه بتاعتها، بس لحسن الناس تفهم كلمه تولف بشكل، عارفه التوليفه، عارفه التركيبه بتاعتها شكلها. طيب خلينا